التريند الاهلي. خليني اقول لحضراتكم تاريخ المواجهات ما بين الاهلي والمقاولون في بطوله الدوري العام تحديدا. الاهلي والمقاولين لعبوا 73 مباراه، الاهلي فاز في 51، في المقابل المقاولين كسب في 7 مباريات، التعادل كان حاضر في 15 مواجهه. الاهداف الاهلي احرز في شباك المقاولين في تاريخ مواجهاتهم 127 هدف، في المقابل المقاولون العرب احرز 41 هدف. ده كان تاريخ مواجهات الفرقتين. نتمنى ان النهارده باذن الله يكون فوز جديد للنادي الاهلي في تاريخ هذه المواجهات، في مباراه بكل تاكيد طبعا هتكون مباراه غايه في الصعوبه.